أغلى 10 ساعات في العالم. معظم الساعات التي سنعرضها لكم فريدة من نوعها، وملاكها من أغنى أغنياء العالم. ما الذي يجعل هذه الساعات بهذا السعر العالي؟ هناك 3 عوامل. أولاً أجزاؤها الغالية الثمن، مثل الماس، الذهب، البلاتينيوم، أحجار النيازك، عظم الديناصور وغيرها. ثانياً الوقت الذي استغرق لصنعها، والتفاصيل الدقيقة المعقدة التي تجعلها تعمل. ثالثاً كم هي فريدة من نوعها وما قيمتها المعنوية؟ 10. ساعة لوي موني ميديوز، السعر 4,500,000 دولار. ماذا لو قلت لك أن هناك ساعة نادرة جدا إلى حد أنه يجب عليك أن تذهب إلى الفضاء لتجلب بعض صخور القمر لكي تصنعها؟ ماذا لو قلت لك أن هناك 4 من هذه الساعات، وبغض النظر عن جمال صناعتها وهندستها، فإنها تحتوي على عناصر مميزة لن يراها الفرد العادي خلال أيام حياته؟ هذه الساعات 4 هي من مجموعة الميتيرز من لوي موني. واحدة تحتوي على قطعة صخرية من القمر، والأخرى على قطعة من صخور المريخ، أما الأخريات فتحتوي على صخور من نيازك نادر. 9. ساعة هبلوت بيك بانج، السعر 5,000,000 دولار. هذه الساعة تركز على مادة واحدة، كمية كبيرة من الماس، وبالتحديد 1,280 ماسة. كل واحدة منها تزن 3 قيراط. استغرق إيجاد الماس النادر لهذه الساعة وجلبه من كل أنحاء العالم قرابة عام كامل. كل ماسة تم قطعها من قبل صانع مجوهرات مشهور في نيويورك بخبرة 40 عاما في هذا المجال. ربما تتساءلون، من سينفق 5,000,000 دولار على ساعة مصنوعة من الماس؟ إنها بيونسي، اشترتها لزوجها جايزي كهدية في عيد ميلاده 42. 8. ساعة فيشيرون كونستانتين 57260، أكثر الساعات المصنعة تعقيدا، السعر 8,000,000 دولار. قرر فاشيرون كونستانتين تاجر أكثر ساعة معقدة تم تصنيعها في العالم. التعقيد بهذه الساعة هو في عدد الوظائف التي يمكن للساعة أن تعملها، فالساعة تحتوي على 2,800 مكون و57 وظيفة. أما غلاف الساعة فمصنوع من الذهب الأبيض عيار 12 قيراط. استغرق تصميم وصنع الساعة أكثر من 8 سنوات من قبل فريق من صانعي الساعات المشهورين. كان السعر الأولي المقترح لهذه الساعة بين 5 إلى 10 ملايين دولار، لكن زبونا مجهولا عرض 8,000,000 دولار لشرائها وتمت الصفقة. 7. ساعة باتيك فيليب ريست ووتش 1518، السعر 11,000,150,000. بيعت هذه الساعة عام 2016 في مزاد فيليبس باكس أند روسو في جنيف بمبلغ 11,000,000 فرنك سويسري، أي ما يعادل 11,150,000 دولار تقريبا. كان سبب السعر العالي لهذه الساعة غريبا نوعا ما، ففي الحقيقة غلافها مصنوع من الستينلس ستيل العادي، بينما كل الساعات الفاخرة من باتيك فيليب تصنع إما من الذهب الأصفر أو الوردي. السبب أن هذه الساعة كانت من ضمن أول مجموعة حصرية ومحدودة من 4 ساعات صنعها باتيك فيليب، وهذه الساعة تحديدا تحمل الرقم 1 في ظهرها تحت الرقم التسلسلي، أي أنها كانت الساعة الأولى في المجموعة، وإذا عرف السبب بطل العجب، أليس كذلك؟ 6. جيكوب أنكو بليونير ووتش، ساعة البليونير من جيكوب أنكو، السعر 18,270,000 دولار. هذه الساعة تعطيك إحساسا عند رؤيتها بأنها تاج وليست ساعة، فساعة البليونير من جيكوب أند كو تعتبر بحق من أكثر الساعات فخامة في العالم، فهي تحتوي على ماسات من الزمرد بوزن 260 قيراط، وتتكون من 167 عنصر مصنوع باليد و19 جوهرة. ولنتصور مدى غلاء الساعة، فإنك لو وضعت سعر الساعة في حساب بنكي يعطيك فائدة قدرها 7%، فإنك ستجني 1,300,000 دولار سنويا من الفائدة فقط. فعلا أنها ساعة البليونيرات. 5. ساعة الجيب من باتيك فيليب هنري غريفز، السعر 24,000,000 دولار. كانت هذه الساعة تعتبر من أغلى الساعات عالميا، حيث بيعت عام 1996 ب11,000,000 دولار، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي الحالي بما فيه من تضخم، فإن هذه الساعة لو بيعت الآن فستحصد 15,000,000 دولار على الأقل. أرادت الشركة اختبار هذه النظرية، فقامت في العام الماضي بعرض الساعة للبيع، وحصلت على سعر قياسي 24,000,000 دولار. صنعت هذه الساعة عام 1933
لرجل الأعمال والبنوك هنري غريف، واستغرق صنعها 5 سنوات. غلاف الساعة مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط، وتبلغ وظائفها 24 وظيفة. 4. ساعة شوبارد 201 كارت واتش، السعر 25 مليون دولار، لاحتوائها على 874 ماسة نادرة. كانت ساعة شوبارد أغلى ساعة في العالم، فقد بيعت عام 2004 ب 25 مليون دولار، ونشر خبر بيعها في جميع صحف الفخامة العالمية في ذلك الوقت. الساعة ذات تصميم غريب، فالماسات متنوعة وليست بنفس الحجم والشكل واللون، ووجه الساعة صغير مقارنة بحجمها، لكنها مصممة بطريقة فريدة تستحق الإعجاب. 3. ساعة بريغيت جراند كومبليكيشن ماري أنتوانيت، السعر 30 مليون دولار. تعتبر هذه الساعة الآن أغلى ساعة جيب في العالم، فما الذي يجعل هذه الساعة باهظة الثمن؟ يحكى أن من طلب صنع هذه الساعة حبيب مفترض لماري أنتوانيت ملكة فرنسا. بدأ العمل على هذه الساعة عام 1782 من قبل إبراهام لوي بريغيت، وتم الانتهاء منها عام 1827 من قبل ابنه بعد 4 سنوات على موت بريغيت. والنتيجة هي قطعة مثيرة للدهشة في التصميم والمكانة والتكنولوجيا. غلافها من الذهب، ووجهها يظهر الميكانيكية الدقيقة لمكوناتها، كما استخدم بريغيت الياقوت ليقلل من احتكاك الأجزاء المتحركة ببعضها البعض. لم ترى ماري أنتوانيت هذه الساعة لأن صنعها اكتمل بعد 34 سنة من إعدامها، لكننا متأكدين أنها ستنبهر لو رأت هذه الساعة أمامها. سرقت هذه الساعة في القرن 19، لكنها استعيدت في عام 2007، ومنذ عام 2017 تم تقدير سعرها بأكثر من 30 مليون دولار. الساعة الآن محفوظة في متحف ماير في لوس أنجلوس. 2. ساعة جراف دايموندز ذا فاسينيشن، السعر 40 مليون دولار. تعتبر شركة جراف من أشهر صناع مجوهرات الماس عالمياً، فلا غرابة أنهم وضعوا في هذه الساعة 150 قيراطا من الماس الأبيض، وفي وسط الساعة وضعوا ماسة على شكل كمثرى بوزن 38 قيراط يمكن فصلها وارتداؤها كخاتم. يقول لورنس جراف مؤسس شركة جراف للماس إن ساعة ذا فاسينيشن من القطع المميزة والمصنعة بدقة لكي يتم ارتداؤها بعدة طرق، مما يضيف لمسة من السحر إلى هذه الجوهرة. 1. ساعة جراف هلوسينيشن، السعر 55 مليون دولار. ها نحن الآن مع أغلى ساعة في العالم، ساعة جراف هلوسينيشن. من أين نبدأ؟ تم الكشف عن هذه الساعة قبل سنتين في معرض بيس العالمي للساعات والمجوهرات، ومن البداية كانت شركة جراف للماس تريد هذه الساعة أن تكون أثمن قطعة صنعت في التاريخ، وقد كان ما أرادوه. تتكون ساعة جراف هلوسينيشن من مجموعة من أندر وأكبر الماسات الملونة بوزن كلي يبلغ 110 قيراط، مثبتة على سوار من البلاتينيوم، ويتوسط هذه الجواهر ساعة كوارتز صغيرة مؤطرة بالماس الوردي. ما هو رأيك بأن تنفق ملايين الدولارات على ساعة قد لا ترتديها بين الناس؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. شكرا لقضائكم بعض الوقت معنا، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا لكي تصلك فيديوهاتنا الجديدة. مع السلامة.